مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اليوم راح نتحدث عن طفولة هيلة غزال. مرحبا يا احلى سلة. اول شيء اللي ما بيعرف هيلة تي في، هيلة تي في هي مدونة وناشطة على شبكة الانترنت، خاصة على اليوتيوب. بس مع الاسف هيلة تركت اليوتيوب مؤخرا وما عادت تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي اجمالا. هيلة تي في ولدت في 24 من يوليو من سنة 1995 بالإمارات، تحديدا بمدينة دبي. أبوها هو المهندس السوري زياد غزال، وأمها هي سيدة الأعمال لينا غزال. حيث هيلة تي في نشأت ضمن عائلة كتير ثرية، واستقرت ودرست طول حياتها بدبي. فهيلة كانت كتير خجولة لما كانت صغيرة، بس بنفس الوقت كانت تتمتع بشخصية مرحة مع الأشخاص اللي بتعرفهم. خاصة بلشت هيلة العمل بسن كتير صغير، حيث أول عمل كان لإلها كان عمرها 15 سنة، حيث كانت تعمل في دوام جزئي بالعديد من المجالات، منها الإعلانات والفعاليات وكتابة مقالات مختلفة. حيث عملت هيلة مع شركات في مجال الإعلان والتلفزيون. لما صار عمر هيلة تي في 18 سنة بلشت تدخل في عالم التمثيل والمسارح والفيديو كليبات، حيث مثلت في مسرحية الملولة صحولي إذا بتعرفوا اسم المسرحية بالضبط. أنا ما بعرفها بالضبط اسم المسرحية، بس أعرف أنه الزوجة الملونة أو الملولة. المهم، وظهرت كمان في فيديو كليب أغنية مجنون للفنانة بلقيس. ومثلت كمان هيلة تي في في فيلمين رعب، الأول اسمه هذيان اللي مثلت فيه دور معلمة اللغة الإسبانية اللي تعاني من مرض الهذيان، حيث موجود على قناتها على اليوتيوب ولساته موجود لهلأ الفيلم. إذا ما حضرتوه روحوا حضروا، كتير 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 بخوف، بس بنفس الوقت كتير متعوب عليه وكتير حلو. أما الفيلم الثاني فكان اسمه مانيكان، حيث مثلت دور رند صاحبة منزل الأزياء المسكون، كمان موجود باليوتيوب، بس مو بقناة على اليوتيوب، بس موجود باليوتيوب. اكتبوا مانيكان هيلة تي في بيطلع لكم موجود كمان. فبعدها بلشت هيلة تي في بصناعة المحتوى على اليوتيوب، أو بنفس الوقت لأنه كان بعمر 18 سنة فما فوق. فالفيلم فيلم هذيان نزل على قناتها على اليوتيوب، فهون بنعرف أنه هيلة تي في بلشت قبل اليوتيوب، قبل ما تمثل فيلم هذيان، حيث بلشت بتنزيل الفيديوهات باللغة الإنجليزية. بعدها غيرت نمط القناة وصار نمط تاني، حيث الفيديوهات اللي كانت باللغة الإنجليزية كانت بتحكي أو كانت تتضمن نصائح للبنات بخصوص الموضة والتجميل والأزياء. وبعدها غيرت نمط القناة، خاصة غيرت لغة القناة، حيث صارت تتكلم باللغة العامية السورية، حيث بلشت تقدم فيها سكتشات تمثيلية وتحديات وكمان مسلسلات، خاصة مسلسلات فكاهية مثل مسلسل هيلة وغزال. هيلة وغزال أمي قهد هيلة و نسيت اسمه يا ربي، هيلة و هيلة وعصام، أوكي آسف، هيلة وعصام. فاحتلت قناة هيلة تي في المركز السادس من حيث الاشتراكات، والثالث من حيث المشاهدات عربيا. بس مع الأسف هيلة تي في تركت اليوتيوب لظروف كتير خاصة وبقيت مجهولة بعالم اليوتيوب، وحتى اليوتيوبرز ممكن ما بيعرفوا سبب ترك هيلة القناة، لأن تركتها وما رجعت حكيت عن السبب مرة تانية. فنحن بنتمنى أنه هيلة بترجع على اليوتيوب، ونتمنى هذا من القلب، لأنه قناتها كانت قناة كتير حلوة، وكان عملها على القناة كتير 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 حلو، وقدمت فيديوهات
وأشياء كتير حلوة ونجاحات كتيرة. تكلمنا عن نجاحات هاي لو جوائز اللي أخذتها بفيديو من فيديوهات القناة، لهيك إذا بدكم تشوفوا شو الجوائز اللي أخذتها هايلا، الرابط موجود بصندوق الوصف أو رح حطه هون فوق بالفيديو. So لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب وتدعمونا دائما، بحبكم كتير كتير كتير، وبشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.